تفضل الشاي. شكرا كثير. بدي اسالك، اليوم ما رح يجي المدير؟ بلا، بس بده يتاخر. ماشي، شكرا. الو بابا، كيفك؟ انا منيح جنفي، كيفك يا روحي؟ كثير مشتاقة لك بابا. ليش صار لك زمان ما اجيتي لعنا لهون؟ بس ما يكون في شيء. كل شيء منيح، واموري عالي العال مع بيت حمايي. عم استنى اجي لعندكم لاحكي لك عن الشغلات المنيحه اللي عم تصير معي. والله كثير منيح. وانا كمان في موضوع بدي احكي معك. خير؟ قلي شو صاير بابا؟ صاير شي مشاكل معك يعني؟ لك لا، فورا بينشغل بالك حبيبتي، لا تشغلي بالك، الموضوع كثير عادي، يعني الاهالي ما بيتصلوا باولادهم وبيحبوا يحاكون الا اذا في مشاكل. تعرفني فورا بينشغل بالي. ما في شيء، انا بس مشتاق لك وحابب نقعد مع بعض لنحكي بموضوع بيهم اخوك بنتي حبيبتي، مو اكثر من هيك بابا. طيب خبرني هلا، على الاقل قل لي رؤوس اقلام عن الموضوع مشان ما يبقى بالي مشغول كل الوقت. يا روحي الموضوع طويل شوي وما بينحكى على التليفون ابدا. تعرف اليوم كنت مقرر اجي لعندكم، بس ما خبرته لشريب الموضوع لسه. ليكي بنتي ما في ضرورة تشغلي بالك وتجي بسرعة، شوفي حالك امتى فاضية وتعي لعنا، وبس تجي لعنا منحكي بالموضوع. طيب امتى ما صحلي رح اجي لعندكم؟ ايه؟ ممتاز هالحكي، وبس تفضي تعالي. بتوصيني شي؟ سلامتك، باي. حطي هدول كمان. ايه ماشي. وزيد هدول؟ حماتي؟ بتحبي ساوي لك شي تشربي؟ لا ما بدي، يسلموا ايديكي. كتير بتوتر وقت اللي بحس انه عم يصير شي غلط بالبيت وانا ما عم اقدر اعرف شو هو. بتعرفي قلبي مو مرتاح وما رح اهدى لأعرف شو صاير. مع أني طلعت بكير من المكتب بس كان في كتير زحمة، لهيك وصلت على البيت متأخر. بدك تشرب شاي؟ ايه يا ريت، بس حلي شريو ستي. اليوم كل الموظفين كانوا عم يسألوا عليكي بالشركة. قام قلت لهم إذا بدكم إياها ترجع فيكم تتصلوا فيها وتقولوا لها، اقنعوها لإلها. ستي عم حاكيكي، شو مانك سمعانتيني؟ أنا سمعانتك بس حسيتك مو مهتمة بالحديث. خير شوفي بشو عم تفكري؟ ما تشغل بالك، ما في شي. لا أنا متأكد إنه في شي. خلص منحكي بعدين. وليش مو هلأ؟ ليش لبعدين؟ ستي شو القصة؟ احكي لي فورا. شري أنا متوترة شوي، خلص بحكي لك كل شي بعدين، اطلع ارتاح هلأ. لا ستي هيك شغلتي لي بالي أكتر، يلا قولي. شراب شاي بالأول وطلع غسل وغير تيابك وتعا على غرفتي منحكي. بس يا ستي تفضل الشاي. خير عمتي؟ صار لي زمان ما شفتك، وينك؟ والله فكرت أول ما أرجع البيت رح تقضي كل وقتك معي، ليش ما عم شوفك؟ تعبانة كتير وراسي عم يضل يوجعني. عمتي خير شو هاد؟ ليش جبينك هيك؟ جبينك صاير أزرق، شو هالضربة؟ شو اللي صاير؟ احكي.